عنده سيت دولي هم يعملوا منذ مده، بحيث يستضيفوا مخرجين وسينمائيين من مختلف انحاء العالم، حاولوا يديروا تجربه متميزه فيما يخص علاقه السينما بالفن وعلاقه السينما بعلوم الاجتماع والسياحه، ويربطوا الموضوع السينما بمواضيع اخرى لها علاقه بالتعاون والاشعاع والاحتكاك بين السينمائيين وبين الاكاديميين وبين المختصين في مختلف الفنون، ليس فقط في السينما، انما السينما تاخذ الجانب طبعا الكبير في هذا المهرجان هذا تحت شعار تعزيز قيم المبادره والمواطنه الايجابيه، بمعنى يكون عنده طابع خاص يتناول هذه المواضيع من خلال السينما، من خلال المداخلات، من خلال تجارب السينمائيين والأكاديميين عبر العالم.